طيب، صباح الخير يا شباب. احنا توقفنا المحاضرة الماضية عند رومانيا. وين في رومانيا بالضبط؟ بخارست. هنا؟ تمام. بالضبط. احنا يعني احنا كنا نحكي في موضوع ان احنا كنا ناخذ امثلة على على انه احنا كيف نعمل فورميليشن لبروبلم. شفنا ايش انواع البروبلم، شفنا ايش معنات انه سيكوينشال اكشن، انه هي عباره عن تسلسل من الاحداث، انه في الفاكوم كلينر انه هنا احنا حكينا انه البروبلم تايب ديترمينستيك فولي ابزرفبل نون ابزرفبل او نون ديترمينستيك اند اور بارشلي ابزرفبل. تمام. وهنا unknown state space بدنا نشوف مثال على هاي. تمام. انه هنا deterministic fully observable زي الفاكوم كلينر وزي رومانيا، انه الخريطة كلها عندي موجودة. تمام. وهنا على سبيل المثال انه الstates a single state، معنى ذلك انه الstate space كله انا عندي deterministic ومحدد ومعروف. 8 states انا عندي موجودة في الفاكوم كلينر مختلفة. ولو على سبيل المثال انه احنا بدينا في ستيت معينة، على طول بقدر اعرف الاكشن. لو انا كنت في ستيت 5، معنى ذلك انه الحل انه مدام انا موجود هنا وهذه كلين، يبقى روح رايت واعمل ساك رايت وساك. والفورميليشن انه حكينا انه انت بتكون على سبيل المثال انه بدك انه انت تقضي العطلة عندك في رومانيا، وانت موجود حاليا في بوخارست. ايش الفورميليشن للجول؟ انه to be in بوخارست. والبروبلم انه انا عندي مجموعة من الستيتس ومجموعة من الاكشنز. ايش الستيتس؟ اللي هي المدن المختلفة اللي انت بتزورها، والاكشنز انه انت تسوق بين هدول المدن. الستيت لا، انه الستيت انه في اي مدينة انت موجود حاليا. اما الاكشن اللي هو عملية الدراف او التنقل بين السيتيز هدول. هذه الجول تيست احنا حكينا انه انت عندك عشان ثواني، احنا حكينا انه في البروبلم فورميليشن، يعني زميلكم بيسأل يا شباب انه هذه انه انا يس ولا نو افحص انه انا موجود في المدينة اللي انا بدي اياها، يس ولا نو. هذه عبارة عن ايش؟ هذه عبارة عن ده اللي اسمها الجول تيست. احنا حكينا انه في البروبلم فورميليشن، وهذا محل اسئله، حكينا انه انت مطلوب منك انه انت تحدد اربع شغلات. هدول الثلاث شغلات هدول عباره عن دوال، وهذه عباره عن الانيشال ستيت. يبقى مطلوب منك تحدد الانيشال ستيت وثلاث دوال. ايش هي الثلاث دوال؟ داله السكسسور اللي بتجيب لك النكست ستيتس، دالة الجول تيست اللي هي من خلالها بتفحص انه هل الستيت هذه هي الجول اللي بدك اياه ولا لا. انت موجود الان في مدينة فقراس، فهل المدينة هذه هي نفس المدينة انت بدك اياها؟ هل هي بوخارست؟ فبتصير تقول يس ولا نو زي هيك. تمام. فممكن ان انت تفحص الجول بشكل اكسبليسيت انه بوخارست، وممكن يكون الجول اللي انت عندك في لعبة زي التشيس انه انت تصل للستيت تبعت البورد حالة الكش ملك، تقول له تشيك ميت. تمام. او ممكن تكون امبليسيت انه الفاكوم كلينر، تقول له بدي هذه المنطقة طوال الوقت انه ما فيش فيها امساخ، نو ديرت. بالضبط. هذه الجول تيست. والدالة الأخيرة اللي انت محتاجها اللي هي الباث كوست، وحكينا انه هاي اديتيف، انه يعني عبارة عن مجموع المسافات او الكوست اللي التنقل بين الستيتس لما تاخد اكشن معين. يبقى باختصار انت عشان تعمل problem formulation، وهذا محل اسئلة زي ما قلت لك، انه انا ممكن ادي لك مشكلة معينة واقول لك اعمل لي لها formulation. ايش بدك تسوي؟ تحدد الانيشال ستيت تبعتها، وتحدد ثلاث دوال. تمام. دالة السكسسور، دالة التست الجول تيست، ودالة الباث تبعت الكوست. يعني على سبيل المثال نطبق هذا الكلام على
رومانيا تمام، انه انا ايش الانيشال ستيت تبعتي، انه انا موجود في اراد تمام. ايش السكسسور فانكشن؟ السكسسور فانكشن انه احنا بنعرفها بعملها فورميليشن ايو زي ما موجوده في المثال هذا. ايش هي تعريفها؟ هي عباره عن انه في ستيت معينه بدي اياك انه الفانكشن هذه ترجع بير شغلتين. ايش هي؟ الاكشن والنيو ستيت. الاكشن والستيت الجديده اللي بتكون ناتجه عن الاكشن هذا تمام. يعني على سبيل المثال انا انت عندك هنا ان اراد، هذه عباره عن الستيت الجيفن ستيت تمام، هذه عباره عن الجيفن ستيت تمام. جو تيميسورا هذه عباره عن اكشن. ايش الستيت الناتجه عن الاكشن هذا؟ ان تيميسورا ستيت. واضح؟ طيب ناخذ بير ثاني. ايش الاكشن؟ جو سي بوي هذا عباره عن ايش؟ ايش الناتج تبعه؟ ان سي بوي ستيت بهذا الشكل. وهنا انت موجود هاي الانيشال ستيت تبعتك، وانت عندك هنا سهم انه انت ممكن تروح ليفت تمام. انت خلي بالك هاي اللوكيشن انت عندك A و B تمام، انت موجود في A. خلي بالك انه انت تروح ليفت معناها انه انت تضلك في نفس المكان، هاي معناها مش معناته انه انت بدك تشغل السيارة او تشغل ال 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 شو اسمه الماتور تبع الايجنت اللي لو هو بتنقل على عجلات تمام، وانه انت بدك تحركه. لا، ليفت والاكشن ليفت معناها انه خليك زي ما انت تمام. فبالتالي لاحظ انه اللوكيشن الجديد انه انت موجود لسه في الاي بهذا الشكل. فبالتالي انه هاي الاكشن ليفت كوما ايش ستيت الناتج عنه. طب لو رايت هذا اكشن، يبقى هنا هذا A وهذا كله S، وهنا هذا A اللي هي الرايت هذا اكشن، وهذا كله عبارة عن ايش؟ ستيت الناتج عن الاكشن هذا. يبقى لما تروح رايت ايش بتغير معك؟ اللوكيشن صرت B وهكذا تمام. فهذه هي السكسسور فانكشن. فبالتالي لما انت تعملها فورميليشن بدك تدي مثال زي هيك، انه انت عندك بدك بيرس تعرف بيرس ايش هما، الاكشن بالضبط والستيت الناتجة عنها بالضبط. الجول تيست انه يعني زي ما حكيت لك انه هي عبارة عن تيست انه اكسبليسيت انه يس ولا نو، انه انت تفحص هل انت المدينة هذه انت بدك اياها؟ لا. طب ماشي، شوف اكشن تاني. هل المدينة بدك اياها؟ لا. هل المدينة بدك إياها؟ آه. يبقى خلاص ستوب تمام. والباث كوست زي ما شفنا، الباث كوست إنه لازم تكون في عندي دالة تقدر تحسب لي إنه أنا لما أروح من أراد لبوخارست أكم مسار حسبنا المرة الماضية، كأنه 7 أو 6 مسارات صح؟ هاي هذا المسار الأول، هاي هذا المسار الثاني، هاي هذا المسار الثالث، هاي هذا المسار الرابع، هاي هذا المسار الخامس، هاي هذا المسار السادس، وهي هذا المسار السابع تمام. كتير بالضبط. انه ايش بده يكون في عندك؟ بده يكون في عندك فانكشن تقول انه المسار الاول هي التكلفة تبعته، المسار الثاني هي التكلفة تبعته. كيف؟ اديتيف. انه تيجي تقول انه والله هذا المسار كيف بدي احسبه؟ تكلفة 140، هاي كل هاي تكلفة الاج، هذا 140 زائد 99 زائد تقول معايا 211 صح؟ بيطلع عندك رقم. المسار الثاني هاي 140 زائد 80 زائد 97 زائد
101 على ما أظن بيطلع عندك رقم. نرجع للسلايد اللي كانت موجودة عندك أول المحاضرة. لا الكوست فانكشن، دالة الكوست فانكشن هي اللي بتطلع لك جزء. بده يطلع عندك جدول زي هيك، تمام؟ كل اوبشن انت عندك ايش الفاليو اللي عنده حسبناها بدالة، ساعتها بتقدر تختار بناء على الدالة. انه انت لو بدك تختار اقل كوست، انت ممكن تختار اقل او اعلى حسب البروبلم، تمام؟ هنا بالنسبة لإلك انه انت بدك تختار اكتر اشي بالنسبة لإلك، يعني انه مفيد بالنسبة لإلك، ممكن انه انت عندك هذا اعلى قيمة فبتروح تختار. صحيح انه ممكن يختار بشكل عشوائي بيناتهم او اي شيء من هذا القبيل، تمام؟ لكن هنا في دالة في 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 وضع في وضع في البروبلم تبعت رومانيا يفترض انه يختار الكوست الاقل، اقصر مسار او اقل تكلفه. هجيت التكلفه هذه تمام 118، ممكن انه انت تعتبرها انه يعني ابستراكت على الاخر، هي عباره عن المسافه الفعليه بين المدينتين، او ممكن تضيف على الرقم هذا شغلات تانية في حساب الرقم هذا شغلات تانية، زي ايش مثلا؟ الازدحام مثلا، او الطريق معبده او مش معبده، او مثلا هنا هذه بين أراد وزرنت انه انت عندك 75 مسافة كتير صغيرة، لكن لو انه حطيت معلومة انه هذه الطريق جبلية طلعة وطلعة هيك يعني شديدة الانحدار، يعني انت تخيل قديش انه انت بدك يعني ضلك داعس على دواسة البنزين عشان انه انت تطلع الطلعة هذه، فبالتالي الرقم هذا يفترض انه هو يعني يتغير، بدل 75 يصير 340 مثلا، تمام؟ فبالتالي الأرقام هذه أنت بتتحكم في الأبستراكشن تبعها، قديش مقدار التفاصيل بدك تبسط البروبلم، تحط بس مسافة أو تضيف تفاصيل تانية اللي هي الترافيك وعورة الطريق أو صعوبة الطريق. أنا بالأخير بأخذ معدل، يعني بأخذ مجموعة صح؟ ما بقولش والله ده عشان 75 بين المدينة اللي جنبك، أنا بدي المعدل للمدينة اللي أنا بدي أصل صح؟ معنا حكينا انه انت بتيجي بتحسب انه كل المسارات، هاي المسار الاول والثاني، مجموع الارقام هذه كلها بتطلع على الرقم النهائي. انت بس قصدك انه 75 بتغيرها ل 340 عشان الانحدار، مش انه بالضبط. بس زي هيك، هي صحيح قريبه كمسافه، تمام؟ يعني هذه الارقام بتعبر عن مسافات، هي فعليا هي بتعبر عن مسافات، بس انا بحكي لك لو انت بدك تضيف تفاصيل ثانيه بدها تتغير الارقام هذه. ممكن ايش؟ مكلفة تصير اكثر. صحيح المسافة تصير صحيح هي قصيرة لكن مكلفة اكثر. طيب السايز تبع السبيس، هنا انا مدي لك يعني بعض الامثلة، انه على سبيل المثال ال 8 بازل كم سبيس انت ممكن يطلع معك 181,000، لما تصير انه ال 8 بازل هي عبارة عن 15,000، لانه ال 8 بازل كيف ال تعرفوها اللعبة هذه؟ لا مش اكس او، ايت بازل. ايش الايت بازل؟ ايت بازل لازم يكون في عندك انه خانة بلانك فاضية، تمام؟ وبعديها الارقام انه مرتبة، هذه لازم تكون فاضية، وهنا 2 3 4 5 6 7 8، عشان هيك ايت بازل. هذه الجول ستيت، هذه الجول، لكن ممكن تكون انه الستيت اللي انت بتبدا فيها اي حاجه تانية غير الجول ستيت، يعني مثلا ممكن تكون اشي زي هيك، انه يكون البلانك وين، على سبيل المثال انه يكون البلانك هنا، فبالتالي انه خلينا نوزع الارقام هاي 2 7 5 4 1 3 6 8. المطلوب منك انه انت تحرك البلانك هذا، كيف بدك تحركه؟
يعني انه انت تستبدل الاربعه، الاربعه تطلع فوق والبلانك ينزل تحت، او تحرك مع السبعه او مع الاثنين، وتضلك ترتب 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 لغايه لما تصل للجول ستيت. كم احتمال ممكن انه انت تسوي؟ عدد الاحتمالات الممكنه بدك تحسبها بالضبط. تمام. في حاله الايت بازل انه انت عندك عدد التايلز 8 بيطلع انت عندك 181,000. طب لو كانوا 15 عندك 1.3 تريليون، 24 بيطلع عندك 125 1000 تريليون يفترض. تمام. 1025 تريليون. تمام. التي اس بي، ايش التي اس بي؟ ترافلينج سيلز مان بروبلم. لو كان عندك 20 مدينه وكل الاحتمالات، فبصير انت عندك الفاكتوريال تبع 20 عباره عن هذا الرقم واللي بالضبط. اوكي، بس هذه انه كفكره انه قديش بدك تحصر عدد السبيس تبعتك، بتجيبها حسب انه بتحلها ب 1024 تظبط على هذه ولا احتمالات. ايش ال 1024؟ ايش ال 2 مع 2 بصيروا 4، 4 4 8 لحد ما توصل 1024. لعبة الجوال، لعبة الجوال. ما هي حسب انت بدك تحسبها حسب القوانين تبعت اللعبه، انه انت ايش الحركات الممكنه. لا هي انت حسب كل، فبالتالي الستيت سبيس بيكون عندك هيوج كبير ضخم كبير. ناخذ الفاكوم كلينر سبيس جراف، هذا السبيس تبعه عشانه صغير بيقدر انه احنا نحصره في رسمه. كم ستيت؟ كم بوسيبل ستيت؟ كلهم على بعضهم 8. عندي تو لوكيشنز والستيتس كلين وديرتي. خلي بالك في فرق بين الستيت والستيتس. الستيت هي عباره عن اللوكيشن والستيتس، لوكيشن A ولا B، والستيتس كلين ولا ديرتي. تمام. طيب هنا انت موجود ليفت، هذه معناته انه خليك في نفس الحاله. كم بوسيبل اكشن انت احنا ممكن نسوي؟ ليفت رايت ساك بالضبط. يبقى هاي الاحتمال الاول، ضلك مكانك. الاحتمال الثاني روح على اليمين. الاحتمال الثالث ساك. لاحظ انه لما رحت رايت هاي انتقل هنا، ولما ساك انه هنا كان في اوساخ وهنا بطل في اوساخ. طب هنا رحت رايت، ممكن اضلني رايت او ساك او ارجع ليفت. فهذا عباره عن السبيس جراف، وانه كيف الانتقالات بتصير بيناته. يعني على سبيل المثال انا كنت موجود في هذا الستيت، عشان اصل لهاي الستيت كيف التنقل بصير؟ انا عندي هيك، في عندي تنقل مباشر؟ مستحيل. انت عندك موجود في اللوكيشن A، تمام، وعندك A و B الستيتس تبعتهم ديرتي. كيف انه انت صرت في B والتنين كلين؟ هل بنفع بخطوة واحدة تروح هناك؟ لا. ايش بدك تسوي؟ بدك تروح هيك بعدين هيك بعدين هيك. واضح يا شباب؟ كمان مرة، انه انت عندك في الستيت هاي بدك تروح على الستيت هاي او التنقل في الستيت هاي، فالخطوات انه انت تنتقل للستيت هاي بعدين هاي بعدين هاي. هيوش، نتخيل قديش الكومبلكسيتي تبعت البروبلم. هاي الفكره في الموضوع بدنا نوصل. طيب هنا بدنا نعمل فورميليشن. مش حكينا اربع شغلات؟ هاي ايش الستاتس؟ بدي اعرف انتجر ديرت زيرو، يعني واحد يعني ديرتي وزيرو يعني كلين. تمام. بالإضافة للوكيشن، يبقى هذا الانتجر ايش بدي اخد؟ زيرو وواحد. في عندي تو variables، انا عندي في الستيتس. تمام. يبقى الفاريبل ديرت انتجر، واللوكيشن ايش بياخد؟ A و B، هاي الفاليوز تبعته. تمام.
ايش الاكشنز؟ محدوده ولا مش محدوده؟ ديترمينستك. ثلاثه بوسيبل اكشنز. الاكشن اثنين وين ما سك. نعم سك يعني اشفط الغبره. والجول ستيت نو ديرت ات اول لوكيشن. بدي ال بي ما يكونش فيهم اوساخ. والكوست كيف بحسبها؟ هي اديتيف. احنا حسبناها هنا في رومانيا انه حطينا المسافه تمام، لكن هنا في الفاكوم كلينر حكينا انه كل اكشن انت بتسويه بكلفك واحد، يعني بدك تنتقل من هنا لهنا يبقى هاي واحد اثنين ثلاثه الكوست. كيف؟ ايش في طريقة تانية انه انا اصل لهاي؟ تمام بالضبط. فهنا بروح هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة بالضبط. عفوا اربعة خمسة. فهنا في عندي ثلاثة وخمسة مزبوط كلام. زميلكم بحكي انه انا عندي موجود في هذا الاستيت، انا ممكن انتقل لهاي الاستيت. كيف؟ هاي واحد اثنين ثلاثة، هاي التكلفة ثلاثة. وفي عندي طريقة تانية انه انا بروح هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، فبالتالي التكلفة انه ثلاثة وخمسة. فهنا انه لو حسبنا انه التكلفة واحد لكل اكشن. فيش يعني ايش؟ يعني كيف يعني فيش رجوع لفوق؟ اه في هيو في انا موجود في هاي الستيت هيو، ممكن انا يعني وصلت لهاي الستيت انا رحت رايت ممكن ارجع ليفت تمام؟ بهذا الشكل بالضبط. الكوست يعني صحيح، انت بدك تعمل له فورميليشن، بدك تعمل assumption وبقول انه انا والله بدي افترض انا اديتك مجموعة مودل، بدك تقول انا والله بدي افترض انه الكوست هذه عبارة عن مسافات، او انه انت عندك في الشطرنج كل حركة شطرنج بدي اعتبرها انه للجنود بدي اعتبرها واحد، بدي اعتبر مثلا للايش للكاسلز للقلعات الموجودة عندك انه التكلفة هالقد، للحصان التكلفة هالقد تمام، للوزير التكلفة هالقد. ناخد مثال تاني هجيت هنا مع الامثلة وانا بقول لك انه هذا محل اسئلة انه هاي بروبلم. اخذنا المثال الاول فاكوم كلينر عملنا له فورميليشن، هايو فاكوم كلينر تمام، وعملنا فورميليشن لاربع شغلات. هاي مثال تاني الايت بازل وبدي اياك تحدد لي هدول ايش بدي لك. بقول لك انه هاي والله هاي البروبلم اللي بدك تشتغل عليها، جيم معينه مثلا بعطي لك اياها وبدك تحدد الاربع شغلات. نيجي للايت بازل، ايش يعني؟ خلينا نفكر مع بعض بصوت عالي وبعديها نشوف الجواب في السلايد اللي وراها. ايش الستيتس الممكنه؟ كيف فاضي ولا منام؟ ترتيب التايلز في البورد بالضبط، يعني هذا عبارة عن ترتيب معين 7 2 4 5 بلانك تمام. فبالتالي ممكن اعمل زي هيك 7 2 4 بلانك 5، هذا عبارة عن ستيت. ممكن اجي ستيت تانية انه مرتبة بطريقة مختلفة انه مثلا 3 1 بلانك كذا الى اخره تمام. يبقى الستيتس هي ترتيب التايلز، يعني ترتيب التايلز المختلفة في بوردز مختلفة يعني. طيب الاكشنز بلانك اللي هي التايل الفاضية البلاطة الفاضية، ايش ممكن تحركها؟ انت افترض انه انت موجود في هاي الستيت، ممكن تروح هيك ممكن تروح هيك تمام بالضبط. عندك اربع خيارات والخيارات هذه بتصير محدودة متى بالضبط. افترض انه انت عندك البلانك موجود هنا،
ايش الخيارات اللي عندك؟ اب داون ليفت 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 اب او اب بالضبط. ايش الستيتس؟ ايش الستيتس انه كيف شكلها؟ كيف شكل الستيتس انت عندك؟ هنا في الفاكوم كلينر عبرنا على الستيتس بشغلتين تو فاريبلز اللي هما ايش؟ الديرت واللوكيشن. الديرت بياخد 0 و1 واللوكيشن A و B. هجيت هنا الستيتس هذه كيف نعبر عليها؟ ترتيب الترتيب المختلف للتايلز في البورد. وهي زي ما حكيت لك ممكن يكون يعني ممكن تعبر عليه كسترينج بهذا الشكل 7 2 4 اندرسكور اندرسكور للبلانك تمام 5 هاي نقط نقط الى الاخر زي هيك. ممكن يكون عندك ترتيب مختلف هو يبقى فاريبل واحد على ايش بيحتوي؟ على سترينج بيعبر عن الترتيب المختلف للتايلز. فممكن يكون عندك ترتيب تاني مختلف 3 1 اندرسكور تمام الى اخره تمام. فبالتالي هنا الستيتس عبارة عن string بتعبر عن الترتيب المختلف للتايلز. ال 8 بازل محصورة بس كبيرة عدد الستيتس كبيرة بالضبط. عدد السبيسز لا كل السبيس الممكنة كل السبيس بالضبط كل الترتيبات الممكنة. بس انت في الامتحان تكتب ايش؟ تكتب مثلا مثالين كيف يعني مثالين؟ تكتب على الستيت ما بقدرش احصل كل الاحتمالات. لا 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 في الستيت هنا انا مش طالب منك ان انت تحصر لي كل الاحتمالات. انا بقول لك كيف شكلها. هناك عبرنا عنها بتو فاريبلز هنا عبرنا عنها بفاريبل واحد سترينج. انا ايش بيعبر؟ ترتيب المختلف تبع التايلز. الاكشنز حكينا انه ليفت رايت اب داون 4 يعني محدده 4 وحكينا في بعض الحالات ممكن تكون 2 بس تمام ممكن تكون 3 وممكن تكون 3 وين هنا هنا ممكن تطلع فوق تحت ويمين او 3 بس عددهم كل الاكشنز الممكنه 4 اكشنز في شيء غير ديترمينستيك محدده. طب استمر كنت تعبر على الستيت الواحد 80000 طيب هاي اس 0 بعبر عنها كسترينج بقول انه ترتيب التايلز انا عندي تلاتات تلاتات باجي بقول انه والله ترتيب التايلز انه 3 8 كيف هذه واحده من الاحتمالات كلها ماشي انا لا لما بدي اقول مش الستيت هذه انت بتقدر تخزنها في فاريبل كيف شكل الفاريبل انا وصفت لك كيف شكل الفاريبل يعني مش هنا اجيت قلت لك انه انا احتاجت تو فاريبلز هذا بياخد الفاليو تبعته 0 و1 وهذا بياخد A و B خلاص حصرت كل السبيسز. هنا كم فاريبل بتحتاج؟ فاريبل واحد تقدر انه انت تخزن فيه كل الترتيبات المختلفة للتايلز؟ ليش لا؟ هاي كل مرة بغير بازل ستيت هايو 3-8 اندرسكور تمام نيجي للسطر اللي بعده 5-6-2 والسطر اللي بعده ايش الارقام الضايلة 1-4-7 تمام. هاجيت هذا الفاريبل نفسه ممكن انه يكون في عندي ترتيب مختلف ممكن ليش اندرسكور بعد الاندرسكور للبلانك الاندرسكور للبلانك تمام. فبالتالي انت عندك بلانك واحدة هنا ممكن انه انت تعبر عن هذا الترتيب هو الجول ستيت هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فيش 9 كل مرة بتعبر بسوي فور سلايد
بالضبط. يعني انت عندك زي الفاريبل هذا اللي هو الديرت مش بتتغير بين الزيرو والواحد، فكل مره انه انت بيكون في عندك فاليو جديده لنفس الفاريبل واللوكيشن اي وبي بتتغير، بس في عندك حاجه اسمها ستيت هيستوري. في فرق انه انت يكون في عندك فاريبل تحفظ فيها الكرنت ستيت والستيت هيستوري انت بتروح بتحفظها انه زي هيك state hist بتساوي ممكن تحفظها as a list. تمام، اللي هي عندك مثلا هيو انسخ لك هذه انه انت زي هيك، هاي الستيت الاولى وهي الستيت اللي بعديها، هذه state history. في فرق بين الشغلتين هذول. تمام، وتحط بس رجينا برضه نستدف في الجواب كمان بس نخلص. انت بدي اياك تفكر معاي، بدي اياك تصحصح معاي وتفكر معاي. تمام، لانه يعني اعتبره انت عندك زي كانه تمرين، يفترض ان انت تاخذ مسائل تانية وتتمرن عليها. ممكن نستخدم الالجوريثم البابل سورت ترتيب ايش؟ يا استاذ احنا بنحكي على البوسيبل اكشنز. ايش يعني البوسيبل اكشنز؟ في الموضوع مش سورت، الموضوع مش سورت، الموضوع انه انت موجود في هاي الستيت، ايش الحركات الممكنه عندك؟ انه انت تجيب الاثنين هنا او تجيب السته هنا. اذا جبت السته هنا ايش بصير؟ البلانك موجود هنا، هيو شايف، خليني انقل لك اياها هنا، وانه السته تغيرت. فاهم الفكره؟ انا بس بحكي عن الكوست. انت نطيت على الكوست، طب خلينا هنا يا راجل، طب طول بالك علي شوي. الجول تيست بالضبط انه انت تفحص انه شكل الستيت بلانك 1 2 3 4 5 6 7 8. طب لو كانت البلانك اخر شيء وانه 1 2 3، لا هيك شروط اللعبه. انت ما لعبتش 8 بازل قبل هيك؟ بس لو كانت احتمال ثاني انه انت عندك حالتين بتفوز فيهم، انه يكون البلانك في الاول او في الاخر، بصير يا اما فحص انه يا اما هذا اور هذا، بيناتهم اور. يعني حاجتنا في الحاله هاي الجول ستيت. نعم، والباث كوست ايش بتقول على الباث كوست كونت؟ لا، انت هجيت انه بدك انه هجيت الانتقال من ستيت لستيت. في حالة رومانيا ايش عملنا؟ مسافة بين المدن. في حالة الفاكوم كلينر حسبنا ثبتناها بواحد. هنا ايش بدك تعمل؟ صحيح، تمام، ممكن انت تثبتها زيك. فبالتالي بتصير انه انت كمجموع خطوات، انا ممكن ادي لك البورد تبعت الايت بازل بناء على ستارت ستيت معينه، تروح تحل لي اياها ب 18 خطوه، وممكن اديها لزميلك يحلها في 7 خطوات، هو اشطر منك. فبالتالي الكوست الكليه الاديتيف، احنا بنحكي على ستوب الكوست تبعت الستيب الواحده، بدنا ثبتناها بوحده. فبالتالي انت حليتها مثلا ب 18 حركه، زميلها حلها بسبع حركات، لا هو يعني الكوست تبعته افضل، هو اشطر منك بهذا الشكل. تمام، يبقى هنا اللوكيشن تبع التايلز، الترتيب تبعها ايش؟ الاكشنز زي ما حكينا، بلانك ليفت اب راي اب رايت اب داون أربعة. الجول ستيت جيفن انه بلانك 1 2 3 4 5 6 7 8 زي ما احنا حددنا، وانه الكوست كل حركه بتكلف واحد، وبصير انه الحلول المختلفه بروح بحسب عدد الحركات اللي فيها، ويفترض انه انا اجيب الحل اللي بالحركات الاقل. تمام، هذا كيف بتحدد؟ بالسيرش استراتيجي، انه انا في عندي هذا الطريق او هاي الطريقة في التحريك بتحل لي البروبلم 7 حركات، وهاي بتحل لي اياها في 20 حركة زي هيك.
طيب خلينا نتوقف هنا. في مثال ثالث على الروبوتك اسمبلي وانه الستيت تبعته انه عباره عن ريال فاليو. خلينا نشوف هالمحاضره الجايه ان شاء الله.